هذه هي بداية مباراة فريقي القوة الجوية ونادي الطلبة التي أدارها الحكم الدولي محمد صاحب، وكرة لفريق القوة الجوية لكن مقطوعة من اللاعب بهاء كاظم لاعب نادي الطلبة. هذه مباراة اللي حضرها جمهور غفير امتلأت بمدرجات ملعب الشعب الدولي. وهذه كرة علي وهيب لاعب نادي الطلبة، ويتقدم علي وهيب ويسدد كرة لكن تذهب إلى الخارج، وهذا هو الهدف الأول لفريق الطلبة اللي سجل اللاعب بهاء كاظم في الدقيقة 8. نادي الطلبة الآن يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء لفريق القوة الجوية، وفرحة جمهور نادي الطلبة بهذا الهدف. مباراة هي الأهم في هذا الدور، الدور الثاني من دوري النخبة بكرة القدم، وكاظم حسين اللي قدم مستوى متميز في مباراة هذا اليوم، لكن سعد ناصر حارس الطلبة يتمكن من هذه الكرة وهجمة لفريق الطلبة. صاحب عباس إلى الكابتن حبيب جعفر ويمر الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس القوة الجوية سيطر على الكرة. مرة ثانية محاولة كانت لفريق الطلبة، وحيدر يلعب كرة من نادي القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، خالد محمد صبار، ونشوف هذه الحالة. حكم المباراة محمد صاحب ما يشير إلى ركلة جزاء، وتسديد الآن من أركان محمود، كرة لفريق القوة الجوية، محاولة لفريق القوة الجوية، أركان مرة ثانية يسدد كرة لكن تذهب إلى خارج الملعب، وهذا اعتار كان وبطاقة صفراء لمدافع نادي طلبة هشام علي، وداخل منطقة الجزاء لكن ما يسيطر عليها لاعب القوة الجوية. مباراة كانت قوية وهجمات للفريقين في الشوط الأول، ونشاهد هذه الحالة. صادق سعدون وأيضا كاظم حسين لاعب نادي القوة الجوية اللي يتعرض إلى اعتار داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة محمد صاحب كان قريب من الحالة، وبالتأكيد القرار الأول والأخير يعود إلى الحكم الدولي محمد صاحب، واعتراض من مدافع نادي الطلبة صادق سعدون. حكم المباراة الدولي محمد صاحب يشهر البطاقة الصفراء في المرة الأولى، ويشهر الآن البطاقة الحمراء بوجه اللاعب. هذه البطاقة الصفراء، البطاقة الحمراء الآن في وجه اللاعب صادق سعدون، وأول حالة طرد في هذه المباراة اللاعب الدولي صادق سعدون. وأيضا كانت هناك محاولة لتهدئة من قبل علي وهيب زميله، وكرة إلى الخارج لينتهي هذه الكرة. الآن يسيطر عليها سعد ناصر، ما يسيطر على الكرة، تذهب إلى خارج الملعب، ومحاولة لفريق القوة الجوية ولكن سعد ناصر يتمكن من هذه الكرة. الآن يتقدم هذا لاعب نادي طلبة صباح جعير، وترجع الكرة إلى حسان تركي، ويسجل واحد من أجمل أهداف هذا الدور، هدف جميل لفريق الطلبة. الهدف جاء في الدقيقة 45، ينتهي هذا الشوط بتقدم الطلبة بهدفين مقابل لا شيء. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم نادي الطلبة بهدفين مقابل لا شيء. سجل الهدف الأول بهاء كاظم، وأضاف اللاعب حسان تركي الهدف الثاني، وهذا هو الهدف الثالث لفريق الطلبة، سجل الكابتن حبيب جعفر في الدقيقة 53، الهدف الثالث لنادي الطلبة، وفريق الطلبة يتقدم 3 أهداف مقابل لا شيء. محاولة أيضا داخل منطقة الجزاء صباح جعير، وتذهب الكرة إلى خارج الملعب. كاظم حسين محاولة الآن لفريق القوة الجوية، وليد ظهد، وسدد كرة تذهب إلى الخارج، ينتهي هذا اللقاء بفوز نادي الطلبة ب3 أهداف دون مقابل لفريق نادي القوة الجوية.